مرة تانية برحب بيكم. صحيح زي ما بدأت الحلقة قلت ما كسبناش بطولة لكن كسبنا أبطال، وما كسبناش لقب لكن كسبنا منتخب تراهن عليه بقلب جامد جدا في اللي جاي قريب، أولمبياد باريس، ومن بعده إن شاء الله بإذن الله يقدر يفيد منتخبنا الوطني. بشوف فيه عناصر كتيرة جدا جدا مبشرة ونجحت في تقديم أوراق اعتمادها لجمهور الكرة في مصر، اللي يمكن من أسبوع أو أسبوعين فاتوا ما كانش يعرف لا مستوى ولا أسماء لعيبة منتخب مصر الأولمبي اللي شاركت في بطولة أمم أفريقيا واللي نجحت بالفعل في التأهل لأولمبياد باريس والوصول للمباراة النهائية، وقدموا عروض الحقيقة كسبوا بيها ثقة واحترام كل جماهير الكرة في مصر. اسمحوا لنا نستقبل كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي، ضيف علينا في السادسه وبعد غياب طويل شويه. يا ابو حميد مساء الخير واهلا وسهلا بيك. فل واهلا وسهلا بيكم بكل الساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين. مش عارف اقول لك ايه، بس انا دايما انت عارف انا دايما ببقى مبسوط وانا معاك بنتكلم بكل راحتنا. يعني ربنا يكرمك. بص ابو حميد، انا طول عمري ما بحبش ابدا، في عندنا مصطلح كده اسمه التمثيل المشرف حبيبي بجد والله حبيب. يعني فكره انه التمثيل المشرف دي بالنسبه لي لا تعني لي اي شيء. بص انت بتقول مشرف ايه؟ انت بتقول ايه؟ تمثيل. عارف تمثيل يعني ايه؟ يعني انت بتعمل حاجه كده وكده، حاجه مش حقيقيه كده وكده. فهو صحيح. كلمه تمثيل مشرف دي تديك انطباع على ان الحاجه دي فيك. صحيح. لكن في وقت من الاوقات، واحنا لسه يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا، انه في وقت من الاوقات انا كجمهور، يعني هقول لك مثلا هديك على سبيل المثال بطوله 2006 دوري ابطال افريقيا الاهلي والصفاقسي في تونس، قبل ما تريكا يحط الجون بتاع الاهلي بدقيقتين ثلاثه انا كنت بسقف للفرقه وكنت بقول ابطال وعملتوا اللي عليكم وزياده. فكره انك انت توصل للجمهور انك انت مطلع مش اقصى ما عندك، اقصى ما عندك وفي حته بزياده شويه، بتخلي ما فيش حد يقدر يلوم عليك او يقدر يحاسبك على نتيجه او على خساره لقب. متفق معايا في الكلام ده؟ اكيد متفق معاك 100%. مرحله الرضا حتى في الدين، حتى في اي حاجه، مرحله الرضا دي اعلى حاجه. فكون ان انت تبقى راضي عن الفرقه دي وانت من اسبوعين ثلاثه، انا مش بتكلم عليا كنفسي، انا بتكلم على جمهور المصري، جمهور الكره في مصر، كل اللي بيتفرج يقول لك ايه ده؟ ايه اللي هم عاملينه ده؟ ده اعجاز. من الدقيقه 15 بتلعب ناقص وانت كسبان، وبتروح انفرادات وبتضيع وبتجاريهم في الجيم بطريقه مميزه جدا جدا. هم ما راحوش عليك، يمكن طبعا مع تالق حمزه علاء اللي بقول له يا ابني انت، انا مش عايزك تزعل ولا ده، انت احسن حارس في افريقيا جايلك في سنك. انا عندي ثلاث اسئله النهارده اسمهم يعني ايه؟ طيب احمد فوزي هاجي لهم. نرجع ونقول ان الفرقه، انا قلت لك قبل الهوا ان البطوله مش ان انت ترفع الكاس، البطوله ان انت في السن ده او في المرحله دي ان انت تولد اجيال تنفعك فيما بعد. صحيح. البطوله ان انت تطلع راضي عن قلبك وروحك ومجدعتك وقتالك الى اخر دقيقه. احنا من الدقيقه زيرو الى الدقيقه 120 بنقاتل، وعايز اقول لك لولا النقص العددي انا كنت اتوقع ان احنا نطلع كسبانين ثلاثه. ما الفرقه دي كسبت المغرب قبل كده مرتين على ارضها في المغرب في ماتشات وديه. الفرقه دي عملت اللي احنا ما كناش نتخيله وباقل الامكانيات، وهنا تحيه تقدير واجلال لمستر ميكالي على الطريقه والاداء والحفظ اللي اللعيبه حافظينه. غير من 4-3-3، اللعيبه بتلعب زي ما هي، غير 3-4-3 في بعض الاوقات بثلاث سردباكات بعرض الملعب، اللعيبه بتلعب زي ما هي، حاتم سكر يطلع ينزل مغربي، ينزل محمد اشرف زي ما هو، مغربي يلعب ينزل محمد طارق زي ما هم، يطلع ابراهيم عادل. يمكن التغييره الوحيده بس كان تعب ومات هي ابراهيم عادل امبارح. امبارح اللعيبه كلها تعبت امبارح. انا كنت حاسس بيهم والله يا احمد في الملعب. هقول حاجه، محمود جهاد بتاع فاركو، الولد من كتر ما جري في واحده ماسكها قعد يرقص واحد واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين طولت منه ما عرفش يعمل حاجه، راح وقع في الارض صعب عليا. ده الكلام ده كان في الدقيقه 88 87. في وقت من الاوقات في ناس بتصعب عليك في الملعب. انا بصراحه انا كلهم كان صعب عليا الاجهاد والقتال. كنت حاسس بيهم، كنت حاسس بالحاله اللي هم فيها جداً. عايزين وبيطلعوا كل اللي عندهم، بس يعني وبعدين بالحاله دي وبالحاله دي قدام المغرب. صحيح. في مكان اخدك يعني ايه، ترجم لي بقى أخدك أنا البطولة دي، أخدك النقطة يعني بقول لي بس هيثم قيراط ونكمل كلام عليه بعد كده. عشان دي نقطة مهمة جدا. قول جدا. أولها كم. هيثم قيراط حكم ماتش الأهلي والوداد هنا في الفار، كان حكم فار هناك، حكم فار أهلي سوري وداد وتسيمبا حكم فار، الوداد وصن داونز حكم فار، مصر والمغرب حكم فار،
وداد وحد تاني، 6 ماتشات في اقل من شهرين حكم فار في المغرب بس. انديه ومنتخبات. ليه؟ يعني ايه بقى؟ انا اللي بسالك يعني ايه؟ وبوجه رسالتي للاتحاد الافريقي. يعني ايه حكم وحيد يحكم 6 مرات لفرق، 4 للوداد ومرتين للمغرب، وفين الكلام ده؟ في المغرب. في المغرب. تصفيات ونهائيات. اشمعنا استدعى ثانيه واحده، اشمعنا استدعى محمود، استدعى امبارح الحكم في الطرد بتاع محمود صلاح، محمود صابر، وكان في شك في كذا كره بعديها. تعالى ماتش صن داونز هناك في المغرب وهم بيتعادلوا 0-0، طرد 2 وبرضه ما تضمنش يعني، مع اختلاف في القرارات. انا على فكره انا مش بدق في القرارات. ايوه ممكن تمشي طرد، ممكن ما تمشيش طرد، سواء بتاعت امبارح، سواء ماتش الوداد وصن داونز تمشي. ماتش اللي هنا لما كان حكم فار ما استدعاش الحكم، ويحيى عطيه الله بيلمس الكوره في نص الملعب بايده، ورايحين 3 انفراد على الجون. ففي حاجات انا بتساءل فيها. فدي برضه رساله موجهه للجنه الحكم، انا ماليش دعوه، انا بس بسال يعني ايه؟ ما حدش هيجاوبك خلاص، يبقى احنا عصرنا الموضوع وانتهى الموضوع. لا لا، هي في طبعا في احساس عام عند الناس كلها في القاره بس مش في مصر، انه المغرب يعني قوه عظمى جوه الاتحاد الافريقي. الاحساس ده مش واصل لك؟ هو مش قوه عظمى، ومش من معلش، ومش من بطوله افريقيا بتاعت ال من 4 سنين مثلا. الكلام ده بقاله سنين بيتكرر يعني في مناسبات كتيره. كفايه ان اخواننا في الجزائر عملوا فيديو مطول 14 دقيقه عن عدم احتفال فوزي لقجع او معامله فوزي لقجع على لاعبتنا وهم بيستلموا الكاس في ماتش الاهلي والوداد. واخواتنا في الجزائر كانوا قبلها بشهر في مشكله كبيره في منتخب الشباب بتاعهم، وحصل وده مش تقليل بصراحه برضو من القائمين. هم بيشتغلوا لمصلحه كورتهم، هم بيشتغلوا يعني كويس جدا جدا جدا, جدا, جدا صحيح. وعندهم خطه طويله المدى اسفرت عن منتخبين وجيلين ولا اروع. صحيح. وخد بالك برضو انه وده اول يعني ايه؟ يعني ايه منتخب من المحليين يحرج منتخب من المحترفين في اكبر الانديه الاوروبيه، بيلعب على ارضه ووسط جمهوره في مباراه بحجم نهائي بطوله امم افريقيا للمنتخبات الاولمبيه والشباب. يعني هقول لك في الاعمار دي مش فرق كبير. يعني بس خلي الاعمار الصغيره مثلا لحد منتخب الاولمبي ما بيبقاش فرق كبير جدا، وبيبقى اللعيب عقليا هي القصه عنده انه عايز. اصل المشكله عندنا هنا في المينتاليتي فعلا، زي صلاح قالها قبل كده والموضوع ده حقيقي والناس كانت بتتريق عليه، مينتاليتي اللاعب بره غير هنا في مصر. انما في المحليين طول عمرنا بنلاعب المنتخبات كلها المحترفه في العالم، وناخد بطوله افريقيا 7 مرات، بطوله افريقيا للكبار 4 مرات، للمنتخب الاولمبي في المنتخبات الناشئين. يمكن عشان هم بيبقى عندهم طفرات بصراحه كلاعيبه، ما بنجريهمش قوي يعني، مش كسبنا مثلا 3 4 بطولات على بعض في 19 سنه و16 سنه. انما في المنتخبات الكبيره احنا عندنا من التجميعه والروح والقلب اللي بنعرف نكسب بيه، ودي وده وضعنا لما بيبقى في معسكر طويل المدى. اللعيبه نفسيا وروحيا بتخش في الحاله اللي موجوده فيها الفرقه، واعتقد عكس اللعيبه المحترفه في اي حته. اهم حاجه عندهم يعني متعودين ان اللي بيحكمهم مش حبهم لبلدهم قد حبهم للماده. أيوة. مش عيب، ولكن ده طبع فينا احنا، يمكن عشاق لبلدنا اكتر من اي حد. خلي بالك احنا بنحن، اللي بيطلع يهاجر بره بيحن انه يرجع مصر، هنا لا، هناك بره لا، في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وافريقيا كلها اللي بيطلع ما بيرجعش تاني، ولما بيرجع بيطلع يرجع يلعب تاني ويمشي. وناس كتير جدا بتاخد جنسيات بلادها اللي قاعده فيها وبتلعب بيها. فدي مش حاله يعني انا مش شايفها حاجه. أيوة طبعا إكسترا. كل اللعيبه انت عندك نجوم كبيره، زين الدين زيدان وكريم بنزيما وغيرهم يعني كتير جدا جدا, جداً. يعني دي اجيال. ده منتخب فرنسا الاخراني فرنسا. ممكن تقول انه كله من اصول افريقيه. بالظبط كده. فانت القصه عندك مش انا مش شايفها حاجه جديده علينا. احنا دايما بنحب بلدنا، دايما بنموت نفسنا في الملعب عشان بلدنا، وده بيظهر على طول في في في, في اجواء البطولات الافريقيه المجمعه. انما اي حاجه بقى بطولات كبيره، تصفيات كاس عالم، اعتقد الموضوع بيبقى صعب شويه. طيب خليني اخدك لجزئيه القماشه، ده يمكن كان الجزء الاهم في سؤالي. انا بتكلم على لعيبه مستوى احتكاكها مش عالي، معظمهم ممكن يكون ما بيلعبش اساسا يعني، او ما بيكونش بياخد فرصه اللعب كاساسي.
معظمهم ان لم يكن اغلبيتهم ما لعبتش حتى في بطولات كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا. مش كلهم بيشاركوا في الدوري المصري اصلا. ما انا بقول لك حتى الدوري المصري ما بيلعبش اساسي، ورغم كده بيقدموا في بطوله في منتهى القوه، بطوله امم افريقيا اللي بتاهل اولمبياد باريس، عروض بالشكل ده. تاثير ده ايه على فرص احتراف اللعيبه دي، وايه اللي نحتاجه او ايه اللي انت بتشوفه يخلي او يسهل من عمليه احتراف العناصر؟ وانا بشوف في عناصر كتير جدا ممكن تخوض تجارب احتراف ناجحه في منتخب الاولمبي. طيب اول حاجه يعني لازم اللعيبه، لازم الانديه تسيب لعيبتها بالامانه. انت لو بتبني لازم حتى اتحاد الكوره يطلع قرار ان يجي مثلا في اكتر من مليون دولار، اكتر من 800 ألف دولار، حتى لو هو يعني ميسي يطلع. خلي بالك القرار ده قرار دولة، قرار اتحاد كورة، مش قرار حد تاني. نطلع اللعيبة وهي صغيرة أرقام. خلي بالك دي صناعة، الصناعة بتيجي عن يعني البرازيل عليت في عليت اقتصاديا عشان عندها أكتر من 50 ألف محترف بره بلدها. ده حاجة أساسية. يعني هم بن برازيلي عندهم ثلاث حاجات في التصدير، الحديد والبن البرازيلي، وثالث حاجة في الترتيب اللعيبه المحترفه. دي بيدخلوا عمله صعبه للبلد، بتساعد البلد في كل انشاءاتها. ادي رقم واحد. رقم اثنين، انا شايف ان اللعيبه دي في على الاقل خمسه منهم او سته لازم يحترفوا. عندك اربعه في التشكيل المثالي للمنتخب، لازم الاربعه دول عليهم اثنين كمان. يعني اذا كان حمزه علاء من وجهه نظري شايف ان محمد احمد عيد واحمد طارق ممكن يحترفوا. شايف ان محمود جاد، محمود صابر، شحاته، ابراهيم عادل، واسامه فيصل، ممكن السبعه دول ممكن يحترفوا. ولو ما طلعتهمش دلوقتي مش هتطلعهم تاني. ليه؟ هيعيشوا في الدوري المصري، هيعيشوا في يلعبوا بقى ما يلعبوش، يسافروا ما يسافروش. يعني افتكر ان في لعيب كان اسمه اسلام رمضان كان بيلعب في الحدود في 2009، كان في منتخب مصر، في منتخب اولمبي مصر كلها كانت يعني بص بتتخانق عليه. تمام؟ اسلام رمضان كان جاي له احتراف بره والحدود رفض، الاهلي طلب انه يشتريه، ما الاهلي ما خدوش. بعديها بسنتين او ثلاث سنين لقيت رمضان بيلعب دوري درجه ثانيه، اسلام رمضان بيلعب دوري درجه ثانيه. ففي وقت التوهج ده لو اللعيب ما خرجش مش هيرجع ثاني. طب انا عايز افهم الزلزولي ده لعيب كبير يعني، انت ايه رايك؟ قول لي. انا مش شايفه فارق والله. ابراهيم والله ابراهيم عادل احسن منه بالامانه على الماتش اللي انا شفته امبارح. انا مش متابعه على طول عشان ما اكدبش، بس الماتش بتاع امبارح انا شايف من وجهه نظري ان ابراهيم عادل، او انا عارف ابراهيم عادل قبل كده. انما الزلزولي انا مش شايفه لعيب كبير قوي. يعني مش شايفه حاجه كبيره. انما اللعيبه دي بتخرج بدري، بتكسب تفكير وحياه وعيشه تانية خالص. مركزه في الكوره، عشان كده بيزيدوا او بينطلقوا في العالميه. وبيتهيألي يا احمد انه فكره ان اللعيب يطلع يحترف بدري تفرق معاه هو شخصيا في قدرته طبعا على مواصله المشوار، وانه يتعود على حاجات من وهو صغير طبعا. غير لما يطلع في سن كبيره. يعني لما تطلع لعيب عنده 18 20 21 سنه غير لما تطلع لعيب عنده 26 27 سنه. غالبا ما بيطلعوش، بيروحوا بقى ال 26 27 سنه ما بيروحش اوروبا. يعني انت لما تيجي تبص على اللعيبه اللي احترفت، زيدان صغير ما حدش عارف عنه حاجه، محمد صلاح صغير وبعدين ما جاش تاني، كابتن هاني رمزي طلع 20 سنه وما حدش يعرف عنه حاجه تاني، كابتن احمد حسن نفس القصه. مين تاني ممكن نتكلم عليه ان هو احترف ورجع؟ اللي راحوا كبار رجعوا. يمكن ميدو طبعا. عمرو زكي لما راح كبير قعد 6 شهور او 4 شهور ورجع تاني. ليه؟ خلاص ما انا زمان بقول لك اهو السيستم اتظبط على منظومه معينه، منظومه بره غير المنظومه هنا. فانت لو ما طلعتوش صغير، امام عاشور راح 26 سنه رجع في شهرين. فانت هو ده الفرق، انت بقى تظبط عقليتك على وجودك او عدم وجودك. احمد حجازي راح ورجع وراح ورجع ليه؟ عشان طلع وهو صغير 18 سنه. تمام. بس ايه بقى لما الدنيا وقعت بيه وجاله 2 صليبي، احنا جه الاهلي وقعد 3 سنين، وبعدين بقى عنده عايز يسافر تاني، ولما سافر. حتى حسام غالي نفس القصه. ما يعني فانت اللعيب اللي بيطلع صغير بيقدر يكمل بقى، يقدر يكمل، انما اللي بيطلع كبير بيرجع تاني. حمزه علاء بالنسبه لي مفاجاه وعلامه استفهام. مش مفاجاه، لا استنى بس، والله العظيم مش مفاجاه. خليني بص، انا ما بكلمك، انا عارفه من هو صغير، والله العظيم مش مفاجاه خالص. كام واحد في مصر يعرف حمزه علاء؟ كله عارف انه جون كويس، بس ما حدش شافه في الملعب. لا، ولا حد كان يتوقع انه حمزه علاء يظهر بالمستوى ده في البطوله، لانه ما حدش شاف حمزه علاء قبل كده. خلينا بقى موضوعيين. ماشي. حمزه علاء بالنسبه اخر ماتش لعبه تقريبا في كاس الرابطه السنه اللي فاتت، اي ماتش لعبه مع الاهلي
عمره ما هيكون مقياس للجمهور. عشان تقنعني انك انت جول كيبر كبير وانك انت في يوم من الايام لما تقف تحت ثلاث خشبات في مع نادي زي النادي الاهلي تقدر تسد عين الشمس، انا لازم اشوفك بتعمل اللي عمله حمزه علاء في بطوله افريقيا. لكن هتلعب ماتش في الرابطه، تلعب ماتش في الكاس، انا قصدي يعني الدوري. الناس ممكن تقول اخر ماتش هو اخر ماتش الناس شافته بعينيها هو ماتش بس لا مش ممكن، اقصد اقول مردود المشاركه بتاع الماتش ده توصل حمزه علاء للمكانه اللي وصل لها عند الجمهور في الاربع ماتشات اللي لعبهم او الخمس ماتشات اللي لعبهم في بطوله افريقيا. خد نقله كبيره جدا، مش عشان فاز، اتمنى انه يطلع، مش عشان فاز باحسن حارس في البطوله، لكن عشان المستوى اللي عشان الاداء. طيب الاول قبل اي حاجه انا اتمنى انه يحترف، وانا اسعى لان الولد عنده من القدرات، هو جون كويس جدا على فكره، هو عنده 14 سنه او 15 سنه، سافر اسبانيا وقعد هناك فتره معايشه ورجع تاني، يعني ده اللي انا عارفه يعني، بس مش فاكر ايه اللي حصل، وكان حتى في ست شهور كده ما راحش فيهم النادي اصلا. اوكي ماشي. ارجع بقى للنقطه المهمه، تحيه تقدير واجلال لمستر ميشيل يانكو. اي حد من الاربعه بيلعب في اي مكان كان، اذا كان الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، بيرفع راس النادي الاهلي وبيرفع راس نفسه وراس ميشيل يانكو، فلازم نضرب له تعظيم سلام. صحيح. ادي رقم واحد. رقم اثنين، معاه مدرب عالمي، كابتن سيد السويركي من احسن مدربين الحراس في مصر، وما بيتكلمش كتير، بيمرن كويس جدا وما بيتكلمش كتير، فدي نقطه برضو عشان نقول الحق في الناس اللي مش موجوده، بس دي كلمه حق لازم يتقال. رقم ثلاثة، الولد امكانياته هايله، سرعه رد فعل عاليه جدا جدا، امبارح شال الكوره صعبه قوي يعني أوي. يعني اللي عملها بايده كده دي فيها ريفلكس وفيها تمركز وفيها يعني التمركز هو ساعده ان هي جت في سكته، ان القصه في الريفلكس، انت 4 ياردة فرق وكوره قويه جدا تك تك على طول، وهو حط ايده بلياردو، وبعد كده الثانيه اللي راحت رمى عليها والولد بيشوط وحط ايده معاه، فهي 2-1، بس ايه صعبه جدا على اي حارس مرمى جدا جدا. في ماتش برضو كنا بنلاعب مش عارف مين وكسبناهم 1-0 برضو، كره بالدماغ وردت اعتقد كان السنغال، لا مالي مالي في البطوله دي، في البطوله دي مالي برضو نفس الطريقه، كروس واتعمل بالدماغ وهو شالها وطار عليها، راح اترجع للراجل تاني راح لعبها بدماغه هو راح طاير عليه من على الارض تاني، فدي تديك ان هو سرعه رد فعل عاليه جدا جدا. قدراته البدنيه فارق معاه جدا، الناحيه البدنيه فارقه معاه جدا جدا، تركيزه عالي. ازاي هو ما بيلعبش؟ يعني دايما بيقول لك حارس المرمى وراس الحربه مركزين لازم تبقى رجليه في الملعب طول الوقت عشان يوصل لفورمه عاليه، ازاي حمزه علاء ظهر بالمستوى ده مع المنتخب وهو ما بيلعبش؟ بص عشان بس ما فيش لعب، طالما في التمرين ما وصلوش للحاله دي غير التمرين، والتمرين في رفعت قبعه المستر ميشيل يانكو وبعديها كابتن سيد السويركي، الاثنين يستحقوا، وللامانه عشان ندي كل واحد حقه، عصام الحضري كان ماسكه 7-8 شهور في المنتخب برضه، يستحق انه ياخد حقه، اصل ما تقنعنيش ان المستوى اللي هو ظهر بيه ده كله جه في البطوله بس، لا اكيد الثلاثه اثروا عليه على المدى البعيد، وهو الولد طول عمرنا في النادي بنتنبأ له انه يبقى حاجه كويسه جدا، فانا اعتقد ان جه وقته. ده انا سامع كمان عن مصطفى مخلوف، ما شاء الله، يعني في ناس بتحكي لي حكايات ما شفتوش بصراحه، وفي جون اسمه كوتو بقى، بس ده ما مش يعني مش بيتمرن معاهم، اعتقد انه اخر سنه ليه برده جون كويس، انما مصطفى مخلوف برده هيبقى حاجه كويسه جدا لانه بيتمرن من دلوقتي، لسه في عمر لسه هو بص. انت تقعد كده وتقول وكابتن مصطفى مخلوف قاعد كده بيفكر قدام الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، امتى هتجي الفرصه؟ لا مفيش حاجه اسمها هتجي يعني الفرصه، بص في النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها هتجي الفرصه، الفرصه لما تيجي بتيجي ولازم انت تبقى لها. يعني انت كنت تتوقع ان مصطفى شوبير يلعب نهائي طبعًا. افريقيا ويظهر بالمستوى ده؟ صحيح، من اسباب فوزنا بالبطوله مصطفى شوبير. هو الشناوي لما نده له في لحظه التتويج واداله الميداليه كان يعني تاكيد على دور مصطفى شوبير. البني ادم النظيف نظيف طبعا، الشناوي بني ادم نظيف ومصطفى بني ادم نظيف، عشان كده ربنا رضاه انه في البطوله الشناوي يعمل كده قدام العالم كله. يعني خلي بالك هي نقطه حلوه جدا من الشناوي طبعا، وبرده نقطه جميله من مصطفى ان هو صابر لحد ما ربنا يرضيه، ان الناس كلها ترجع في الموضوع لمين؟ للشناوي وهو بيسلمه الميداليه، فدي نظافه من الاثنين، دول ولاد الاهلي، دول اللي اتربوا جوه النادي الاهلي، النظافه بتاعت القلب دي مش موجوده في اي حته.
انا مش هنفسن على زميلي، ده اخويا. يعني مصطفى بيقول على الشناوي اخوه الكبير، والشناوي بيقول على مصطفى اخوه الصغير. الحاجات دي ما تحسهاش غير في النادي الاهلي. صحيح. طيب خليني اقفل صفحه منتخب الاولمبي قبل ما اروح الاهلي والزمالك، ولا مش عايز تتكلم في الاهلي والزمالك؟ لا عيش، انا معاك في اي حاجه النهارده. اقفل صفحه منتخب الاولمبي، انه الهدف القريب اتحقق، تمام. الهدف الاهم لسه ما اتحققش، وهو ان احنا نحقق حاجه. مش نش... يعني انا بيتهيالي فكره المشاركه في الاولمبيات، بالذات الاولمبيات غير كاس العالم، مصر هي اكتر دوله افريقيه شاركت اولمبيات، ورايحين باريس للمره ال 13 في المشاركات الاولمبيه، فحلم التاهل في حد ذاته مش زي قصه كاس العالم. يا رب بقى نتاهل كاس العالم، ومش مهم هنعمل ايه. انت رايح المره دي ونفس الجمهور ناخد ميداليه. الكره تاخد ميداليه. الولاد قدموا اوراق اعتمادهم، تمام. وميكالي قدم اوراق اعتماده، يعني ما حدش بعد البطوله دي يختلف ان احنا عندنا منتخب اولمبي مبشر جدا، في عناصر كويسه جدا، وعندنا معاهم جهاز فني محترم جدا. ازاي ده او ازاي التركيبه دي في خلال الفترة ما قبل الأولمبياد نحاول نحضرها بحيث أنها تبقى مؤهلة لتحقيق إنجاز في الأولمبياد، ما لم نقع بقى في طريق البرازيل أو يعني الفرق اللي هي دايما القرعة مش عارف ليه جاي علينا. طيب علينا. هل اللي احنا عملناه ده إنجاز ممنهج؟ مش عارف انت جاوب على السؤال ده. لا انا بسال، احنا بناخد وندي مع بعض في الحلاوه. بناخد مع بعض في الحلاوه. انا بسال بس. طيب انت بتسال ممنهج، يعني تقصد كان مخطط ليه؟ على المدى البعيد من 5 6 سنين ولا من سنتين بس؟ ما اعتقدش. من سنتين بس عشان بس نبقى في الامانه. من سنتين بس. هل الولاد كان حد يتوقع لهم ويتنبأ لهم؟ لا. طيب هل الامكانيات الفرديه لكل لاعب على حده تشوفها انها احسن حاجه؟ لا، الجيل ده مش اعلى جيل في المواهب، ولكنه اعلى جيل في الرجوله والمجدعه. تمام. الروح يعني. الروح. ماشي. مستر ميكالي، الروح دي على فكره لا تقل اهميه على النواحي الفنيه ولا النواحي التكتيكيه. انا بشوف ان الروح دي يعني جزء كبير جدا من انجازات الاهلي في سنين كتيره جدا وفي اجيال كتيره جدا. هي اللي طبعًا احنا بنقول عليه روح الفنيه الحمراء. طبعا الروح دي مش اي حد، مش بتتولد عند اي حد بسهوله. صحيح. انا قلت لك قبل الهوا ان الروح دي يعني بتمثل 70%، دي رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، انا اول جيل احس ان روحه وقلبه من سنين طويل، من ايام جيل ابو تريكه يمكن ومتعب ووزدان وعمرو زكي والحضري ومحمد حسن، اول جيل احس انه عنده روح وقلب وقلبه مجدعه منتخب مصر. أيوة. احنا زي ايطاليا، ايطاليا بتكسب بالكره، ايطاليا بتكسب بالروح والمجدعه. هقول لك حاجه يا ابو حميد، انا من الناس اللي بتحب يعني بحب الكره عشان المتعه. تمام. يعني مكسب مهم والبطوله واللقب شيء عظيم جدا. طبعًا. انه يجي طبعًا. بس انا بحب لما اتفرج على فرقه كوره او لعيب كوره ان انا اتمتع. تمام. لو انت حطيت لي لعيب كوره عنده مهارات الدنيا كلها بس مفيش جرينتا، مفيش قلب على الفرقه بالظبط كده، وحطيت لي لعيب عنده نصه كوره بس عنده قلب وممكن نزل يموت نفسه في ملعب 90 دقيقه، طبعا هاخد اللي عنده الروح. اكيد. يعني أكيد. هي في متعه. بس انا انت بتدافع، انت مش بتدافع عن نفسك ولا بتدافع عن فرقتك، انت بتدافع عن ملايين قاعدين مستنيينك. مالديني ده كان لعيب، يعني مش لعيب عالي قوي، بس بيتصنف من احسن سيرد باقي من سيرد باكات في تاريخ الكره المصريه. في تاريخ الكره الاوروبيه العالميه او العالميه كلها. جاتوزو مش لعيب كره عالمي، ده مع لعيب كره ما عندوش كره بربع جنيه، ما عندوش كره ولكنه من احسن. طارق حامد هنا في مصر ما عندوش كره عاليه بس من احسن الناس اللي شغلت مركز 6 في مصر كلها. حسام عاشور في وقته من الاوقات كان بيقطع في مراكز كده انت مش محتاج فيها اكتر من وائل جمعه. لما جه في الاول يعني في لعيبه كتير جدا 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 الروح زودتها كوره. ايوه. خلينا نعترف، شايف ان الجيل كابتن حسام حسن وابراهيم حسن. أيوه. مش هقطع عليه طبعا، ده روح غير روح غير طبيعيه، وهم وانت بتلعب معاهم يا راجل لو بتلعب طاوله بيتخانقوا معاك بيضربوك عشان ما تكسبهمش. يعني لا، يعني اللي انا عايز اقوله ايه، الروح بتعلي اي فرقه. لو انت عندك الروح، لو انت فرقتك امكانياتها 40% الروح ممكن توصلك 50 80 80%. انما لو ممكن تجيب لي فرقه عندها 80% امكانيات وما عندهاش روح هتوصل ل 40%. ده شيء طبيعي. انت شايف ان الجيل ده اكتر حاجه بتميزه الروح؟ جدا جد، كفايه اللي احنا شفناه امبارح. طيب الروح بتهيألي القماشه والامكانيات مقبوله جدا، لان انا شفت لعيبه، انا ما اعرفش اللعيبه دي ازاي بتلعب في مصر بصراحه. يعني يعني اللعيبه دول لو من مالي ولا من ولا من غانا ولا من كونغو كان زمانهم بيلعبوا في دوريات. المشكله عندنا في مصر المطالبات الماديه للانديه كبيره جدا عن الارقام العالميه. احنا اوريدي عشان السوق عندنا الياته
كلها غلط في غلط. طب بس خلاص، انت دلوقتي لما في لعيب من لافينا باك ليفت اسمه مارسيلو، لما يتبعت له من نادي درجه ثانيه في اسبانيا، لافينا ما حدش بيلعب، ما حدش عارف عنها حاجه. ده دوري درجه ثانيه، وفرقه في المجر بعت له السادس بتاع الدوري المجري، انا مش عارف الاسم عشان اسمه طويل قوي مش عارف اقوله. تمام ماشي. ده نادي في الدرجه الثانيه، بس عشان ايه؟ مشترك في منصه عالميه فبينزل الارقام، بعتوا ان هم يستعيروا، خصوصا النادي الاسباني عايز يشتري على طول، النادي المجري عايز يعمل اعاره سنه بنيه الشراء. فليه؟ عشان الناس بتشتغل بفكر اوروبي. طب احنا هنا بنشتغل بفكر اوروبي؟ لا، انا اللعيب ده ضرب معايا، انا شايفه عامل ماتشين كويسين وجايب جونين، 5 مليون دولار. يا عم ما فيش الارقام دي بره، يا عم ده الدوري البرتغالي والايطالي في حد ذاته ما فيش الارقام اللي احنا بناخدها هنا دي. أيوة. يعني اعقلوا الامور شويه. عشان كده انا بقول لازم اتحاد الكره يعمل سيستم عند 800,000 700,000 دولار غصب عن النادي يطلعه، لان النادي هيكسب والولد هيكسب والاتحاد ذات نفسه هيكسب. دي وجهه فيها نظر. تفاصيل كتير يا ابو حميد. انت عارف هنا الـ فكره التنافسيه الشديده جدا اللي خلت كل حاجه في المنظومه للاسف عدت الخطوط الحمراء، خلت في مليون سيناريو، سيناريو ممكن يمنع اللي انت بتقول عليه ده، فكره يعني التخوف من التلاعب، وفكره ان انا في فتره من الفترات يا اما تحط او تطلعه وتقول انه ما يرجعش في خلال 3 سنين مثلا. يعني انا ما اعرفش طبعا ازاي ممكن يتحط نظام يسمح بجد من ان احنا نخوض التجربه دي عشان نستفيد منها. أكيد. مش نخوض التجربه عشان نتلاعب مع بعض. أكيد. او نلعب مصر. أكيد. يعني أكيد. يعني في فتره من الفترات الارقام ما كانتش بالحاجات دي، كانت في لعيبه بتسافر، وفي لعيبه بتسافر تركيا من ورا ما هربا وهي أي. في الدرجه، وفي ناس بتسافر في انديه تانية كتير. اللي انا عايز اقوله بعد ما الارقام بقت عندنا 40 مليون و50 مليون ده رقم عادي بيطلب في اي لعيب، اللعيب هيسيب مصر ليه؟ معاك حق طبعا. لا يعني بالعقل. لا هو السؤال الثاني، هو السؤال الاهم لازم الناس كلها تساله لنفسها. انا لما اصرف في لعيب 10 و15 مش هقول لك 30 و40 و50، انا لما اصرف في لعيب 10 و15 اذا كان هدفي ان انا اخد تجربه ناجحه، انا كرئيس نادي او انا كمستثمر بستثمر في نادي، فانا بالتاكيد مستني اللعيب ده يجيب لي 20 و30، او يبقى بيجيب لي حتى بطولات وما بيجيبليش فلوس. فاهم قصدي ايه؟ لكن لما في النهايه تلاقي ميزانيات انديه بتصرف على فريق 200 و300 مليون جنيه ومفيش مردود، وفي النهايه لا في مردود مادي ولا في مردود معنوي، هنا في علامه استفهام كبيره جدا، وخصوصا لما تكون كمان بتتكلم حتى على انديه مش جماهيريه، فبالتالي مفيش فكره التسويق والاعلانات والرعايه اللي يترجموا ظهير جماهيري كبير جدا للانديه دي. أكيد. صح ولا ايه؟ اكيد انا معاك 100%. انا شايف ان في انديه، معظم انديه مصر بتخسر، اللهم الا نادي او اثنين او ثلاثه بالكثير قوي، هم الوحيدين اللي بيبقى ليهم مردود ايجابي في الناحيه الماديه. فعشان كده لازم يحصل تقليل للعقود، ونفس الوقت لازم الانديه تبص لمصلحتها وان تطلع لعيبتها بره. اعتقد يعني الكلام ده لو ما اتعملش دلوقتي مش هيتعمل تاني خلاص. صحيح. طيب هقفل ملف المنتخب الاولمبي مع كامل التوفيق، وطبعا هيبقى عندنا وقت كتير لسه، مشوار باريس بدري عليه. خليني بس اقول لكم ان المؤتمر اللي تم الاعلان عنه، مؤتمر رابطه الانديه المحترفه اللي هيتم الاعلان فيه عن تفاصيل الموسم الجديد وبطوله الدوري الجديده بكل تفاصيلها ومواعيدها، واللي تم الاعلان عنه هيكون الساعه 7، اتاجل ومن المحتمل انه يبدا على الساعه 8 او 8:30، فيمكن نتكلم بقى فيما سيتم الاعلان عنه بكره ان شاء الله. ومناسبه الدوري، شايف الرابطه احنا تاني موسم رابطه؟ تاني موسم. شايف الرابطه قدرت انها تحط بصمات او انها يعني تعمل اللي احنا كنا مستنيينه من تطوير في مسابقه الدوري، ولا الوضع ما اختلفش كتير؟ لا الوضع اختلف كتير. الوضع اختلف. اختلف كتير. بس للامانه هي المشكله اعتقد في التوقيتات، اعتقد في الاجنده، يعني في الاجنده، اعتقد في عدد الجمهور. ما كانش الرقم ده هيظهر بالطريقه دي. قصه الفار ووجوده من عدمه، لان كانوا برضو في وقت من الاوقات اتحاد الكره عايز يتراجع عن الفار، وهم اصروا عليهم ان الفار يكمل لان دي لجنه انديه. ففي نقط ايجابيه كتير بس جدا. بس دي بديهيات. لا، بديهيات عندك انت وعندنا. ماشي. انما يعني عايز تقولي ان لو ما كانش في رابطه ما كناش هنشوف فار مثلا في مصر خالص؟ هو انت لازم تجدد العقد، فالعقد ده مربوط بواحد. الفار بمشكلاته طبعا، لانه الفار
في الفار في مشكلة كتير. الفار عندنا اصلا لسه في مشكله في ناحيه ترسيم النقاط ودي الحكام بيشتكوا منها ذات نفسها. أي. لان انت ما عندكش عدد كافي من وزوايا الكاميرات التصوير والكاميرات ما بالظبط ما عندكش عدد كافي من الكاميرات وفي نفس الوقت الفار بتاعنا قديم شويه وكان عايز يتحدث ومحدش حدث حاجه يعني هو لأمان. السؤال احنا ليه جبنا القديم اساسا ليه ما القديم مش بتاعتي بقى دي بتاعت الورق يعني ما كناش نخبط الورق والدفاتر اوكي غير الفار فار وجمهور دول الايجابيات فار وجمهور اعتقد لو عايز شو فيرجن ثالث يعني انت مستني ايه من السيد احمد دياب النهارده وهو بيتكلم على موسم جديد اتمنى انه يحسم الاجنده كامله الرزنامه تبقى فيها ال 34 مباراه بتواريخهم ومحضرين كل حاجه جاهزه بالمواعيد وكل حاجه ويا ريت بالحكام راجل يا مفتري حصلت قبل كده دي ما حصلتش بس هو يعني المفترض ان انا بعمل لجنه انديه عشان كده ان ال 34 مباراه يبقوا معروفين بتواريخهم بايامهم بكل حاجه الا لو في بعض الاستثناءات بتحصل في وقتها طيب. انما غير كده ال 34 مباراه خد بالك برضو انه مش كل الاجنده معروف يعني في النهايه انت لا هو بس ماتش السوبر بتاع الاهلي ماتش السوبر بتاع افريقيا بس لا انت حتى دوري الابطال لا يتم الاعلان عن مثلا الادوار الاقصائيه الا بعد انتهاء دور المجموعات يحسبها لحد شهر 3 يعني يحسمها لحد دور 1/4 دور المجموعات بيقعد لنص 4 اخر يعني اول 4 يحسمها من هنا لحد شهر 4 وتوقفات المنتخب عندك في شهر 9 وشهر 12 ومفيش حاجه تانية بعد كده لا عندك بطوله امم افريقيا كوت ديفوار 6 او 7 في شهر 7 ولا في شهر 1 في يناير طب خلاص الموضوع محسوم من دلوقتي ومعروف فانت ايه المشكله لما يعني الاجنده هي الحاجه الوحيده اللي شايف انها يعني لا هتسهل تعمل نقلة يا جدع المدير الفني ملف التحكيم مش المدير الفني اللي بيجي ما بيعرفش يبتدي فترة الإعداد إمتى وينهيها إمتى عشان يبتدي يلعب ماتشات ودية عشان يبتدي يلعب ماتشات ده لحد دلوقتي مستر كولر مش عارف يحط تصور للسنة الجديدة مش عارف هيريح اللعيبه دي امتى عشان عنده ماتشات كاس انا بيتهيألي انت لو حسمت الدوري الماتش اللي جاي معظم انت عندك كاس انت عندك كاس عندك كاس وعندك الاهم من الكاس السوبر بس سوبر 1/9 افريقيا 1/9 لا اعتقد لا 1/9 ايه السوبر 13/8 اتلغى اتاجل 1/9 اتاجل 1/9 واحتمال يعملوه بعد كده يعملوه امتى بقى قبل كاس العالم دي حاجه احسن بالنسبه قبل كاس العالم كاس عالم الانديه احتمال قبلها باربع ايام ويتلعب برده في السعوديه برده بس ده لسه مش اكيد انما الاكيد لحد دلوقتي انه هيتلعب 1/9 تمام فانت ده بالقائمه الجديده يعني بالقائمه الجديده طب ده كويس بالنسبه لك برضه اعتقد ان يعني مش ناقصهم غير التحكيم وانا عاذر الفار انا عاذر الفار لان زي ما بقول لك انت ما عندكش زوايا رؤيه واضحه عشان بس بنقول لينا هم الحكام عايزه تجديد وكل عايزه كل حاجه بس برضه لازم نعذرهم الزوايا بتبقى صعبه جدا في الملعب مش على خط واحد من الحكم وهو قاعد على التلفزيون عشان يبص ويتاكد ويحط النقط مظبوطه ولا لا فممكن تكون من زاويتي غلط من زاويتك انت صح وهكذا لان برضو في الاول وفي الاخر احنا رجعنا لايه للعين البشريه العين البشريه غير الالكترونيكس حاجات ثابته وجاهزه جالك التصوير كده تك لا خلاص خلص الكلام صحيح بس على كل الاحوال نتمنى الحقيقه يعني محدش ينكر طبعا زي ما كابتن احمد بيقول ان في خطوات مهمة اتخذت لقدام نتمنى إن شاء الله بإذن الله لأنه الدوري المصري الحقيقة يمكن أعتقد يعني يستحق أن يكون من أفضل الدوريات الموجودة في المنطقة حتى وإن كان في تنافسية مع دوري بحجم الدوري السعودي بحكم الإمكانيات المالية الضخمة اللي تتمتع بيها أو بحكم الأسماء اللي هم انتدبوها مثلا أعتقد هينقل الدوري السعودي نقلة تانية لكن يظل الدوري المصري بقاعدة مشاهدته بجماهيريته أعتقد يستحق أن يكون من أفضل الدوريات هنقل معاك لملف القمة واحد بس قبل المباراة تفضل أنه في مدرستين مدرسة تفضل يقول لك يا سلام لو بيراميدز يتعادل أو يخسر بكرة قدام سيراميكا كده الدوري خلاص رسمي في الجزيرة ونروح نلعب إيه ماتش الزمالك ده فور فان يعني ما فيش بقى ضغط محتاج الثلاث نقاط ومحتاج أحسم البطولة وماتش خالي من العصبية ده يساعدنا إن إحنا نلعب مباراة كبيرة ونمتع إيه جمهور النادي الأهلي في ناس تقول لك لا يا عم أنا عايز أنا اللي أخلص البطولة يا رب بيراميدز يكسب بكرة أروح أنا أكسب البطولة بإيدي من نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي والبطوله يبقى ليها طعم ولون مختلف شويه لما بتبقى على حساب الزمالك. من وجهه نظري عمر البطل ما بيفكر ان فرقته الفرقه الثانيه تتعثر. البطل بيفكر ان انا اخلص بايدي. ده اللي انا اعرفه وده اللي انا متعود عليه.
النادي الاهلي مش مستني مجامله من حد. لا هو مش مستني، هو الدوري كده كده معاه يعني ان شاء الله، باذن الله يعني مش مستني. انا قصدي ان انا مش مستني ان بيراميدز يقع فانا العب باريحيه قدام الزمالك فاكسب. طب ما انا عايز اقول لك حاجه، اريحيه دي تعالى اتفرج امبارح بعد الدقيقه 18 النادي الاهلي في اريحيه تامه. صحيح رحنا على الجون وضيعنا، ولكن اللعيبه في استهتار غير مبرر. مره عبد المنعم عملها في ال 18، مره محمد هاني عملها في ال 18، قندوسي عملها على الطرف الشمال، كل ده في الشوط الثاني، في الشوط الثاني تحديدا، ولو دخل فيه الجون الماتش اتكهرب. ايوه فانت برضو في وقت من الاوقات بتبقى محتاج ان انت تحسم بالشده. عايز الشد، فانا عايز يا عم بيراميدز يتعادل يخسر، يعني مصلحه ليا انا ناخد الدوري. بس لو ما فيش ما عندك رغبه، ده ماتش قمه في الاول وفي الاخر لحساباته. لما تخيل بقى لما تكسب القمه وتبقى بدوري او بانتهاء المنافسه، تبقى متعتها عامله ازاي؟ فيا رب نكمل. شايف مستوى الزمالك ازاي في الفتره الاخيره؟ وشايف شغل اسوري معاهم ازاي؟ سواء في ماتش اخر ماتشين هم لعبوا المقاولين، ماتش 6 وريمونتادا مع فيوتشر بعد خساره 2-0، تعادلوا كسبوا المباراه 3-2. طيب خلينا مساعدة صديق او مساعدة صديق في قصه ثانيه. ماليش دعوه. انا ماليش دعوه يعني بص انا كنت بحلل الماتش امبارح في اذاعه، ما قلت من 5 اهداف اخطاء حراس مرمى او يعني حتى قالوا لي الهدف الثاني اللي دخل في الزمالك، قلت لهم الراجل طالع فاتح رجليه على الاخر وبيترمي وهو مش رايح للكره اصلا ورايح يقفل وخلاص. ايوه فالخمس الجول الثاني بتاع احمد عاطف. بتاع احمد عاطف. انما انا قصدي بس جول مزيكا بصراحه. جول كويس قوي، جول كويس جدا يعني الولد، سواء في الـ في الـ في الضغط من نص الملعب وقطع الكوره، او الثرو باس اللي اتلعب لاحمد عاطف، او انه قدر يعدى من 2 باكات ويحطها كويس كده. انا معاك، كان غايب طول الموسم بصراحه احمد عاطف، يعني ما حسيتوش الموسم ده. يعني بصرف النظر فتره 4 شهور او 5 شهور، فيعني طبعا الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. المهم نرجع للقصه، ان انا ماليش دعوه بالحراس، احنا نرجع نتكلم على الزمالك ككوره. ايوه انا شايف ان مستر اوسوريو مدرب كويس. مدرب كويس. بس ما ينفعش يمسك فرقه كبيره بتنافس على بطولات. ليه؟ لان هو بيلعب بطريقه انا شايفها من وجهه نظري فيها مغامره زياده عن اللزوم ومخاطره غير طبيعيه. يعني امبارح كابتن علي ماهر لو عايز يكسب الشوط الثاني في وجود احمد فتوح وعمر جابر 2 ديفندرز كان ممكن يكسب. بس انا الـ 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 يعني التراجع الغير مبرر بعد 2-0 لنادي فيوتشر وكان ممكن يجيب الثالث، صحيح دخل فيه قبل ما يخش الاستراحه هدفين فطيس زي ما بيقولوا احنا بنقول في الكوره كده، هدفين فطيس، ولكن بتحصل. مش يومك ومش موفق بالنسبه للجنش فحصلت. انما كنت شايف ان التغييرين اللي عملهم مستر اوسوريو اللي هم الزمالك او بيقولوا ان هم دول احلى حاجه، انا شايف ان دي خطوره جدا. كان ممكن يخسر 4-5 كمان. تمام، هو بقى بيلعب على دي، يا يكسب 5-6 يا يخسر 3-4، ودي مشكله كبيره. مش نادي الزمالك اللي كده، نادي الزمالك لازم يبقى في يعني انا مش هتكلم على الزمالك، اهل الزمالك يتكلموا عليه. لا احنا بنتكلم على الزمالك بحكم انه منافس ليك الماتش اللي جاي. منافس ليا الماتش اللي جاي. الزمالك، ما انا بتكلم على كل فرق الدوري على فكره، يعني كل فريق هقابله لازم اتكلم عليه. اصل هيطلع يقول لك ده فوزه بيقطع في الزمالك ومش عارف. لا انا ده منافس، انا بس عايز اقول ان على فكره احنا في كل ماتشات الاهلي على مدار الموسم، دوري ابطال افريقيا، كاس عالم، ايوه بنتكلم، احنا بنذاكر الفرق كتير وبذاكر. لازم نذاكر الفرق اللي احنا داخلين عليها. حته الزمالك دي حساسه شويه معانا، هم عندهم حساسيه زياده، احنا ما عندناش حساسيه. انا هتكلم في نقطه، احنا بنتكلم كوره، واحنا ما نتكلم كوره يبقى كرة فيها. انا شايف ان في خطوره. احنا بنستحمل يا راجل كلام بره الكوره، فيه يعني كل انواع الخروج على النص، وما حدش بيفتح بقه ولا بيتكلم. اتكلم يا ابو حميد براحتك. كل اللي عايز اقوله احنا في الناحيه، انا يعني ممكن تقلق من الناحيه الدفاعيه عندنا او الهجوميه بتاعتهم، بيعرفوا يهاجموا، بيوصلوا كتير، بيعملوا استحواذ وكل حاجه، بس هيبقى عندك اريحيه كبيره جدا بالنسبه لثلاثي الهجومي بتاعك، لان في مساحات كبيره جدا في خط نادي الزمالك، خاصه ورا الباك ليفت اذا كان اللي بيلعب نضاي او احمد فتوح او مش عارف بص هو بيلعب بطريقه يعني 3-2-3-2-4-1 او 3-2-3-2 على حق، يعني هو ابتدى امبارح 3-2-3-2 ورجع غيرها الشوط الثاني خلاها 3-2-4-1. فانت عندك مساحات كبيره جدا ورا الباك رايت والباك ليفت، لو الاهلي قدر يستغلهم هتكسب مستريح. على العكس تماما، عندهم افضليه في نص الملعب
لان هم بيبقوا زي ما انا بقول لك 3 2 3 2، فعندهم في نص الملعب 5 وقدامهم 2 او بيبقوا 6 وقدامهم 1، ففي الحاله دي هم عندهم اكثريه في نص الملعب. خطوط التمرير عندهم بتبقى كبيره جدا، لان انت لما بتلعب ب2 وقدامهم 3 وقدامهم 2، اللعيبه الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع النادي الاهلي لو انت هتلعب 4 3 3 هيبقى عندك مشكله في قفل الزوايا بتاعه التمرير وانت بتضغط. عشان كده نقطة ان انت تبقى راكب الجيم من بدري، ان انت تبقى قافل كويس جدا 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 وتلعب على المرتد، دي وجهة نظر يعني، تلعب 4 3 3 لان الاستحواذ هم هيعملوا استحواذ وانت هتعمل استحواذ وانت معاك الكورة، بس انت امتى بقى امتى اللي هي زي ما بيقولوا كده امتى تعرف تضرب الجيم او تعرف تكسب وتجيب اجوان؟ لما هم يعملوا استحواذ وانت تقطع في نص الملعب. عندهم مشكله كبيره جدا 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 في الاطراف، يقدر يستغلها تهاو حسين الشحات، كهربا، محمد شي، طاهر بالسرعات. اعتقد ان الجيم ده من وجهه نظري مش محتاج كهربا قد ما محتاج محمد شريف. طبعا الناس هتقول ليه؟ اقول لان محمد شريف بيعرف يقطع في المساحات، المساحات جوه في فرقه نادي الزمالك. اتفرج امبارح على هدف احمد يعني عاطف، الاهلي بيبقى ضاغط من فوق شايف انه يضغط تواجد نص كهربا افضل، لكن لما تبقى بتلعب على كاونتر اتاك وراجع نص ملعبك احسن بكتير، شريف يبقى افضل سرعه وسرعه. بس على فكره في الماتش الاخراني مع الاتحاد انا شفت كهربا، اصل كهربا زمان خالص لما ابتدى في الاهلي ولما كان على فكره يعني كنت بشوف كهربا في منتخب مصر الاولمبي والشباب وكده، كان ولد سريع جدا يعني، هو غالبا سموه كهربا من سرعته في ال من والله لا هم ما سموهوش كهربا عشان كده، هم كابتن بدر رجب سماه كهربا عشان على طول عنده مهايبر كده، فهو سموه كهربا عشان لا بس هو كان كان سرعة جناح سرعة سريع سرعة يعني جدا. هو كان من اللعيبه اللي في جيله تقول عليه لعيب سريع، انت مثلا في جيل مثلا التسعينات لازم تقول انه ياسر ريان لعيب سريع، فاهم قصدي؟ لازم تقول انه كابتن ربيع ياسين في اللي قبله برضه لعيب سريع، فاهم؟ في لعيبه بتبقى السرعه واضحه جدا عندهم، كابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه، كابتن مصطفى عبده المجري طبعا يعني كان ده اول سرعه كلها يعني، كابتن ربيع صمد ربنا يديله الصحه. في ناس كده في الكوره يعني السرعات بتبقى مهمه بالنسبه لهم. محمد صلاح كهربا في بدايه محمد صلاح كهربا في بدايته كان عنده السرعه دي، غابت يعني في مرحله من مراحل غابت، وعشان قعد سنتين ما بيلعبش بس انا شفت لمحات من كهربا السريع في ماتش الاتحاد الاخراني ده، حلو. في سبرنتات خدها كده وفي تحركات من بعيد بقى مش جوه الصندوق، تمام. بالذات لما الاتحاد كان ضاغط في كذا كوره، لا شفت كهربا فت وسريع وبيوصل ونفس طويل وقادر يكمل مشوار بنفس القوه والسرعه، ففكرني شويه بكهربا. احسن حاجه انه لعب 90 دقيقه امبارح وكان قادر يكملهم وهو بيجري نفس السبرنتات اللي انت بتقولها دي بصراحه. ولكن انا قصدي على ايه؟ انا قصدي ان انا لو هلعب مع الزمالك واقابلهم في نص الملعب انا شايف ان شريف يعملها كويس قوي. وبعدين هو ليدنج على نادي الزمالك وحظه حلو على نادي الزمالك، وبيعرف يجيب فيهم اهداف وبيبقى فيه كهرباء يعني، هم ذات نفسهم بيبقوا قلقانين، السردباكات بتاعت خلي بالك الحاجات دي بتفرق في الملعب. صدقني برضو كهربا ماشي مؤثر. لا هو مؤثر، هو مؤثر بره الملعب وجوه الملعب، فاحنا يعني هو مؤثر. شايف مارسيل كولر ازاي دلوقتي مع الاهلي؟ بنفنش موسم اول، الراجل عامل شغل الحقيقه على كل المستويات، جماهيري، النتائج، فردي، جماعي، يعني شايف تجربه مارسيل كولر ازاي مع الاهلي؟ هقول لك مثلا انا شايف ان يعني عشان تقدر تحكم على مارسيل كولر احكم على محمد هاني، احكم على بيرسي تاو، احكم على حسين الشحات، احكم على ديانج، احكم على مروان عطيه، احكم على ياسر ابراهيم. على فكره هو جاي قال ما كانش عايز ياسر خالص، بالوقت ياسر اللي بيلعب اساسي. ايوه تمام، وبداياته في اول موسم كان متولي ومنعم، وبعدين بقى متولي، بقى متولي ورامي ربيعه ساعات او صحيح. منعم ورامي ربيعه ساعات، ما كانش بياخد ياسر خالص، تمام. محمد هاني ما كانش موجود خالص، وكان بيرسي تاو اتنقل نقله ثانيه خالص خالص يعني، من السنه اللي قبل اللي فاتت لحد السنه دي بيرسي تاو في حته ثانيه. حسين شحات احسن 6 شهور في تاريخ حسين شحات في النادي الاهلي مع مارسيل كولر. كهربا من واحد قاعد في البيت ميت، اكتر هداف جايب اعتقد 12 هدف في كل المسابقات، في كل المسابقات في فتره معينه ما كملش 4 شهور او 5 شهور. مين؟ حمدي فتحي اللي هو مشي، حمدي فتحي ما كانش هداف مع مارسيل كولر، بقى بيخلص ماتشات مهمه زي زمالك وبيراميدز و و و و فدي نقطه يعني. فالقصه في ايه؟ انت تقدر تحكم على المدير الفني
من اي حد بينزل الملعب بيأدي نفس الواجب اللي مطلوب من زميله اللي طلع من الملعب. اعتقد ده بيحصل مع فرقه النادي الاهلي كلها. مارسيل كولر مدرب ذو شخصيه بيلعب بتكتيك، الاول كان جاي يلعب 4 2 3 1 مفتوح، لقى ان المشكله عندنا في الناحيه الدفاعيه كبيره جدا وبنخسر 4 في كاس العالم للانديه وبعدين بنخسر 5 من سان داونز، ما كبرش ولعب 4 3 3 مع تغيير الواجبات الدفاعيه والهجوميه للثلاثي بتاع نص الملعب. يعني الراجل عنده فرايتي كويسه جدا وفي نفس الوقت فليكسابيليتي، مش عايز ايه من في ناس انا هلعب كده زي اوساريو. اوساريو ما عندوش الفليكسابيليتي بتاعت مارسيل كولر، ودي ممكن في الدوري المصري او في افريقيا تعمل له مشكله، انما مع مارسيل كولر اعتقد الراجل مقدم اوراق اعتماده مش بنجاح منقطع النظير زي ما بيقولوا في افلام زمان. فيعني اعتقد لا، الراجل فنيا بدنيا، ودي نقطة مهمة جدا كانت بتنقصنا السنتين اللي فاتوا، احنا السنتين اللي فاتوا في وقت زي ده ما كناش بنلاقي حد يلعب ماتشات اصلا. مظبوط. تمام؟ صحيح. فاعتقد لا، الراجل فنيا بس دي احمال يعني لو المدير الفني وتدوير طبعا يعني ماشي. برضو هرجع اقول لك حاجة، المدير ما انت لو عايز تشوف التدوير والاحمال امبارح ديانج بيلعب 45 دقيقة ومروان بيلعب 45 دقيقة، ما دي برضو من الاحمال المقننة. انما انا عايز اقول لك حاجه، حتى لو دي بتاعت راجل الاحمال، رجل الاحمال ما بيشتغلش غير من خلال المدير الفني، فالمدير الفني صحيح. هو اللي هيسال في الاخر. أيوه. عشان كده تحيه تقدير، وان شاء الله نختم الموسم على اروع ما يكون ونكسب وناخد دوري يوم الخميس، وان شاء الله ان شاء الله ناخد الكاس كمان وتبقى سنه جميله على النادي. ان شاء الله ساعدنا بيك يا ابو حميد، نور الدنيا دايما. اشكرك على وجودك معانا النهارده، ربنا يكرمك، الشكر لله. وبشكركم على المتابعه، وكل يوم في السادسه طبعا تركيز على مباراه القمه، تبقى مباراه قمه مهما تغيرت الاوضاع، حتى لو كانت المنافسه بشكل مباشر مش بين الاهلي والزمالك، هي مباراه الموسم، وكل موسم مباراه ينتظرها دائما عشاق النادي الاهلي وينتظرها ايضا جماهير نادي الزمالك. كل التوفيق لرجالتنا، وان شاء الله يبقى حسم البطوله يوم الخميس القادم معاكم يوم بيوم. بكره كمان هيكون راحه، ومن الثلاث ان شاء الله يبدا الاهلي استعداد لمواجهه الزمالك في مباراه الخميس القادم. بشكركم على المتابعه، بكره نتقابل نفس الميعاد السادسه، تحياتي لكم.